بيروت القديمة ستنتهي إن لم نتحرك، صرخة أطلقتها المهندسة منى الحلاق التي تعمل ومجموعة من المهندسين المعماريين والناشطين اللبنانيين للحفاظ على ما تبقى من المباني التراثية في بيروت. ففي مكتبها في عين المريسي تفتش منى في التاريخ، تجلس على شرفة في الطابق الثاني حاملة خوفا كبيرا من انقراض الأحياء التراثية في العاصمة. ما فينا نقول في بيروت القديمة، لأنه بيروت صارت رقعة صغيرة من بضع مباني منفصلة عن بعضها وغير متصلة ببعضها بأي طريقة. مشان هيك نحن هلأ عم نوجه صرخة أنه بيروت حتخلص، حيصير بس بيروت موجودة بالكتب وبالكروتة الكارت بوستال. مشان هيك نحن كلنا الناس أصحاب البيوت القديمة والمسؤولين، إذا كانوا نواب ولا وزراء ولا مجلس بلدي، لازم يتعاونوا، لأنه هيدي آخر أيام بيروت القديمة، إذا ما عملنا شيء رح تنتهي. وليس بعيدا من عين المريسي يدير عمر نصر فندقا متواضعا في منطقة مونو، وهو عبارة عن مبنى تراثي يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 200 عام. ضلني خايف أنا إذا بيوم من الأيام بيجوا بيقولوا لي مثلا طلع منه أو بدون يهدوا، أو لأنه أول شيء ما بتعرف نحن أنه أول شيء حرام بالنسبة للبناء، يعني بناء تراثي حرام، لازم هذا الدولة تاخده تعمل فيه شيء، وتاني شيء مصلحتنا هذه، يعني خايف أنه بيوم من الأيام يقولوا لي طلع بقى، يعني بيقدروا. وبين خوف عمر من خسارة مصدر رزقه وسعي الحلاق إلى إنقاذ ما تبقى من العاصمة القديمة، رسالة إلى الطامحين لهدم الأبنية التقليدية وبناء الأبراج. كفى طمعاً وجشعاً، وحافظوا على قلب بيروت قبل أن يتحول إلى ذكرى.